احنا دابا في موسم جني الزيتون وعصر ديال الزيت، والكثيرين ديال المستهلكين كيتسائلوا على يعني الجوده، كيفاش ناخذ واحد الجوده ديال الزيت. باش ناخذ واحد الجوده هما بزاف ديال المعايير، يعني من التسيير، يعني اول حاجه كنعرفوا بان المغرب فيه بزاف ديال الجهات اللي كيديروا الزيتون، يعني واهم الجهات عندنا الجهه الشرقيه اللي هي توريت والنواحي، عندنا الجهه الشماليه اللي هي وزان وتونت والنواحي ديالها، عندنا جهه الوسط اللي فيها مكناس صفر والنواحي ديالها، عندنا جهه بني ملال والنواحي ديال بني ملال، عندنا جهه ديال القلعه والنواحي ديال العطاويه والنواحي، عندنا جهه مراكش، وعندنا جهه الصويره اللي معروف الشياضمه. هادو اغلب المناطق اللي اهم المناطق اللي كدير الزيتون وعندها واحد الجوده عاليه، وعلى الرغم ان كاين مناطق اخرى ولكن الجوده عندها علاقه بالمنطقه. علاش؟ لان الزيتون عنده واحد الحاجيات من المناخ ومن التربه، هو الزيتون ما كيبغي العلو على سطح البحر، يعني على الاقل واحد 400 ديال المتر ولا 500 متر على سطح البحر، يعني كيبغي العلو، وكيبغي مناخ قاري، يعني مناخ قاري كيمتاز انه تكون البروده في وقت البرد وكيكون الحر شويه نسبيا في الصيف، يعني عنده حاجيات من ناحيه التربه. اذا علاش هضرنا على هذه المناطق؟ هذه المناطق هما اللي معروفين بالزيتون ومعروفين بالجوده، لانهم كيلبيو الحاجيات ديال الزيتون من المناخ ومن التربه. هذه نقطة. ثاني حاجة أن هذه المناطق هادو المستهلك، كل مستهلك اش كيبغي، مثلا هو كيقول أنا مثلا كيعجبني الزيت العطاوية، كاين اللي كيعجبو الزيت بني ملال، كاين اللي هنا كيبقى الذوق، يعني 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 ملي كنهضرو على الجودة راه كيوجد أنواع الجودة، كاين الجودة الكيميائية اللي هي غتكون هادشي غنفصلو فيه اللي غتكون هي اللي كتكون في لابوراتوار يعني في المختبر، وكاين الجودة اللي عندها علاقة بالضوء والرائحة واللون، هذه هي حتى هو معيار الجودة عند المستهلك. حنا كنتكلمو عند المستهلك، يعني كل مستهلك شنو كيبغي. حنا دابا عاد غادي نفصلوا في هذه المسائل. اذا قلنا المنطقه مساله مهمه. النقطه الثانيه هو الصنف، الصنف ديال الزيتون. كنعرفوا ان اغلبيه يعني مناطق المغرب كاين واحد الصنف اللي مسيطر هو البيشورين المغربيه، يعني البيشورين ماروكان. هذا الصنف هذا اللي عنده واحد جوج اصناف تا هما اللي خرجوا منه ولا هما دي كرون، يعني نسخ اللي خدينا منهم، هو الحوزير ومناره. هاد الثلاث ديال الاصناف هادو مغربيه اصيله اللي هما كيعطيو واحد الجوده عاليه، ولكن دابا الفلاح تطور، يعني ولاو بزاف ديال الاصناف اللي هما خارجيه اللي عندنا في المغرب اللي كيديروهم. علاش؟ لان عندهم المردوديه، كيعطيو الزيت بزاف، يعني والاهم ديال هاد الاصناف هي الاربيكوين. هاد الاربيكوين ولاو كيديروا الفلاحه بزاف، وكياخذوا منها واحد الزيت اللي هو كثير وكيخلطوه مع الزيت ديالنا، يعني باش كياخذوا واحد الانتاج مرتفع، لان هذوك الاصناف ديالنا المحليه يعني ان الانتاج ديالها ما كيكونش كثير. اذا النقطه الثانيه هو الصنف، اذا الجوده عندها علاقه بالصنف. حنا دابا غنهضروا على نمط الاستغلال ونمط التسيير. كنعرفوا ان الزيتون كاين اللي كيكون المسقي، وكاين زيتون كيكون البوري في بعض المناطق، وكاين اللي كيكون بوري بري تكميلي، يعني كيتسقى مره يعني على حساب الحاجيات ديالو، على حساب طور النمو. اذا ملي كيكون واحد الافراط عندنا في السقي، الافراط السقي هذا كيأثرنا على الجوده ديال الزيت. اذا حتى نمط الاستغلال، نمط الاستغلال حتى هو عنده علاقه بالتاثير ونمط التسيير، يعني انه كيكون الزبير مزيان، كيكون انه كيدار له التسميد مزيان، وخاصه الغبار، ملي كيديروا الغبار مزيان كيعطينا واحد الجوده، يعني كيأثر هو على الجوده. هذا من ناحيه التسيير. احنا مثلا عاوتاني التاريخ ديال الجني، يعني الموسم فوقاش غيبدا الموسم ديال الجني. كنعرفوا ان موسم الجني كيبدا من شهر 10 حتى شهر 12، يعني واحد 3 شهور، يعني 3 شهور ديال الجني. اذا حنا الفترة واش نجنيو بكري ولا وسط الموسم ولا في اخوان الموسم. الزيتون عنده مراحل النمو ديال التطور ديالو، كيكون خضر وكيبقى حمار وكيولي قهوي شويه، كيبدل لون تيولي كحل، يعني هادو هما المراحل ديالو. يعني كيكون خضر يعني في شهر 10 في اواخر شهر 10 الى عصرنا الزيتون وهو باقي خضر، يعني ملي كيكون باقي خضر كيكون فيه واحد الخضوريه كثيره. ثاني حاجه كتكون واحد الجوده، يعني كيكون الزيت قليل فيه، ما كيكونش الزيت كثير، يعني كلما الزيتون تقدم شويه وغادي كيبدل في اللون هو الزيت انه كيكثر فيه، يعني والجوده كتكون، وكلما عطلنا عاوتاني الزيتون وبقى كحل بزاف، يعني الجوده ديال الزيت كتقلال، يعني الجوده، يعني هذه المعادله هذه ان كيفاش ناخذ واحد المعدل اللي يكون معقول ما بين الزيت وما بين الجوده، هو اننا يكون واحد الثلث يكون خضر، واحد الثلث يكون حمر مايل شويه للقهوي، واحد الثلث اللي هو كحل، وهذا الخليط هذا ولي يدوز يتطحن، يعني هذا الخليط هذا باش يكون في مرحله النمو، باش انا ناخذ واحد الزيت اللي هي جوده مزيانه، يعني ما بين الكميه وما بين الجوده. نقطه اخرى اللي هي اساسيه، نقطه اخرى اساسيه هو الطريقه ديال الجني. الطريقه ديال الجني كتاثرنا على الجوده، يعني كنعرفوا بان كاين بعض المناطق اللي باقيين كيستعملوا العصي باش كيضربوا ان الزيت باش يجنيوا الزيتون، وهالطريقه انها
انها كتاثرنا على الحبات، وبالتالي كتاثرنا على الزيت. ثاني حاجه كتاثرنا حتى على الزيتون. علاش؟ لان هذاك الاقصى اللي كيضربوا وكتكتلنا من القضيه ديال التناوب. كنعرفوا الزيتون عنده واحد المشكل ديال التناوب، انه عام كيعطي عام ما كيعطيش، ولكن هذا الجني بهذا العيصي حتى هو كيأثر على الشجره يعني على الانتاج ديال السنه المقبله، ديك الاغصى اللي غتكون السنه المقبله ديال الزيتون. اذا هذه الطريقه ما بقيناش كنستعملوها، ما كنمسحوش بالفلاحه. حنا في اطار الشجره الفلاحيه، الفلاح الحمد لله كل ملوك يدور يا الفيبرور يا ان المشاطي يا اما الحلب. كلما كانت هذه الطريقه هذه كلما كناخذوا واحد الحبات اللي هما مزيانين ما مقيوصينش، وكيكثرنا يعني في العصر ديال الزيت كيكون مزيان. نقطه اخرى هما الامراض، الامراض اللي كتاثر، يعني كاين واحد الامراض خاصه واحد المرض اللي هو عين الطاوس اللي معروف عند الفلاحه، يعني كيكون كان واحد المسار تقني مزيان بالادويه وهذه ما كيكونش عندنا المشكل. ثاني حاجه مشكل ديال الدبانه، الدبانه كتقصنا الزيتون وكيكون اليرقات وديك البيض كتبيض في وسط الزيتون وكيكون اليرقات. ملي كنطحنوا الزيت وفيه اليرقات كيأثر لنا، يعني كيأثرنا على الجودة، كيأثرنا على الجودة ديال الزيت. هذه نقطة هي أساسية. بالنسبة للنقطة أخرى هو أن الزيتون خصو يتجنى، يعني واحد المثل عندنا اللي معروف كيقول لك من الشجرة للحجرة، يعني أن ما خصناش نخزنوه، يعني كيشدوه بعد ما تفلحوا كيديروه في خناشي وكيخزنوه. الزيتون خصو أول حاجة ما يكونش في خناشي، خصو يكون في صناديق بلاستيكية مهوية. ثاني حاجة خصو يجي أنه مباشرة أنه يدوز العصر، ما يبقاش أنه مدة طويلة ما بين الجني وما بين العصر. هذه نقطة هي أساسية. نقطة أخرى هو يعني هو يعني العصر، كيفاش اننا غادي نعصروه؟ يعني في ديك الوحدات، كاين الوحدات اللي هي تقليديه اللي معروفه كتكون الحجره كدور كيدوروها الدواب، كاين اللي هي نصف عصريه اللي كتكون بالضوء وفيها الحجره، وكاين اللي هي عصريه متطوره. يعني هاد ثلاثه ديال الانواع. اذا حنا كنفضلوا ان هذيك التقليديه اللي كتكون فيها ديال المشكل ديال ان الجوده كتاثر، ولكن ان ديك النصف عصريه كتكون مزيانه. ولكن المشكل اللي عندنا ديك العصريه هو المشكل ديال الحراره، يعني ديك البروسيدي، يعني كتكون فيها الحراره ولكن الحراره كتاثرنا على الجوده. اذا حتى الطريقه يعني ديال 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 الطحين عندها علاقه هي بالجوده. ثالث حاجه اخرى ان النقطه الاساسيه هو ملي كنعرفوا دابا الجوده وهضرنا عليها، الجوده عندها علاقه بالمذاق والرائحه يعني واللون، وكاين الجوده عندها علاقه يعني الكيميائيه هي المختبر يعني هو نسبه الحموضه في الزيت. حنا باش نصنفوا الزيت من البكر ممتازه للبكر يعني عندها علاقه بهذاك المعدل ديال الحموضه. يعني الا بغينا ناخذ واحد البكر ممتازه خاصها ما توصلش لواحد كاع في 100، يعني 0.7، يعني باش كناخذ واحد الجوده عاليه. هنا عاوتاني كتبقى اش كيبقى المشكل ديال الذوق ديال المستهلك، الذوق ديال المستهلك. حنا المستهلك عند كاينه ثقافه ذوقيه. حنا اول حاجه كيشوف اللون، خصو يكون داك اللون الخضوريه فيه، يكون خاتر شويه الزيت. ثاني حاجه تكون ديك الحموضه ديك المروريه، المستهلك كيما ديك المروريه هي لاسيديتي يعني. وهنا الفلاح ملي كيطحنوا الزيتون ملي كيكون خضر بكري كيكون عندك المروريه. ثاني حاجه بعد مرات كيزيدوا الاوراق، يعني الاوراق هي الاوراق كيزيدوا فيها مع الزيتون باش كيطحنوه باش كياخذوا ديك اللون. كنعرفوا بان الاوراق كتعطينا اللون وديك المروريه شي شويه اللي كيبغيها المستهلك، لان المستهلك اللي جبتي واحد الزيتيه ممتازه بحال دابا الزيت اللي هي البكر الممتازه، يقدر ان المستهلك يذوقها ما تعجبوش، باش كيقول لك مثلا جاتو خفيفه جاتو حلوه ما كاينش المروريه. اذا مساله ديال الذوق ديال الزيت عندها علاقه بالثقافه ديال الاستهلاك والثقافه ديال المستهلك. هذه نقطه. ثاني حاجه غنهضروا على التخزين ديالو. يعني اول حاجه ما نديروش ديك البيدوزات، الاغلبيه كيديروا ديك البيدوزات البلاستيك. يعني اول حاجه هو حبه نديروه في الاينوكس، ولا نديروه في القاروره ديال الزجاجيه، ولا كنا غنديروا البلاستيك نديروا البلاستيك الغذائي يعني اللي هو مرخص هذاك، ويكون البلاستيك لونه غامق، لان المشكل ديال الضوء، الاشعه ديال الضوء كتاثر على جوده ديال الزيت. والتخزين كنا غادي نخزنوه في مكان اللي يكون مظلم، ما يكونش مكان اللي فيه الضوء. وثاني حاجه ما تكونش الرطوبه عاليه وما تكونش الحراره، يعني في واحد المعدل الحراره اللي هو معتدل. هاد النقط كلهم الا جمعناهم اننا غادي ناخذ واحد الجوده ديال الزيت اللي هي مزيانه. وهادشي كامل كنقولوا باش الفلاح يوعى بهاد المساله ديال الجوده ديال الزيت.